انطلاق الموسم الرابع من أحلى صوت The Voice سيكون السبت 10 فبراير المقبل، هذا ما أكده الحساب الرسمي لMBC على تويتر. لكن اللافت أن الفنانين الذين سيشاركون في تدريب المتنافسين هم أحلام وإليسا وعاصي الحلاني، فضلا عن النجم المصري محمد حمائي. وهي اللجنة أو لجنة التحكيم التي كانت MBC أعلنت عنها عند انطلاق الموسم الجديد من البرنامج. العودة للجنة الأصلية يأتي بعد أن تم استبدال الفنانة أحلام نوفمبر الماضي بالفنانة الكويتية نوال، وكانت نوال قد أعلنت الخبر آنذاك عبر حسابها في تويتر شاكرة MBC على الدعوة.